الحمد لله دعانا إلى بابه وجعلنا أتباعا لأخص أحبابه وأنعم علينا بالهدى وأسبابه. أحمده سبحانه على ما من به من آيات كتابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها الفوز بمرضاته ورؤية وجهه وجزيل ثوابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من عليه فقربه إليه ورفعه مكانًا لم يصل أحدٌ غيره إليه ليلة أسرابه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وجميع أصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بدينه، فوالله لا تهنأ لكم حياةٌ ولا تطيب دنيا ولا تنال الآخرة إلا به. أيها المسلمون، في جنات ونهر بين أطايب الثمر نتجول في أفياء آيات القرآن الكريم، نتبع الخطى ونقتفي الأثر، نقطف من ثمارها ما يقوي عزائمنا ويملأ نفوسنا أملاً وتقواً وهدىً، فنغدو كأننا ملائكة في صورة البشر. إن الوحي الذي أوحاه الله جل جلاله على نبيه صلى الله عليه وآله قد حمله لنا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حملوا وحيه في صدورهم ونقلوه بألسنتهم وعملوا به في حياتهم حتى أوصلوه إلينا غضاً طرياً كما أوحاه الله. وإن كان للوحي أعداء ومعاندون، فإن له أنصاراً عنه يذودون وعن حماه يجاهدون، حملوه ونشروه وتعلموه وعلموه وجاهدوا في سبيله بأنفسهم وألسنتهم وأقلامهم ومؤلفاتهم، خلق كثير وجمع غفير لا يحصيهم إلا الله جل جلاله. ومن أبرزهم وفي مقدمتهم بعد الموحى إليه صلى الله عليه وآله صحبه الكرام المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، والأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وقد نال الصديق رضي الله تعالى عنه شرف الأسبقية وحاز وسام الأولية، واختصه الله في الغار بالمعية، فنطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. يكفيه فضلاً قوله جل وعلا فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار. لما دعي إلى الإسلام مات لعثم ولا أبا، وزار على المحجة فما زل ولا كبا. كانت حياته حياة أمة حملت مصباح النور، وقد عم الكون الظلام وأرشدت ذلك العالم التائه في ظلمات الجهل والظلم والفرقة والقتال، أرشدته إلى شاطئ العلم ومرسى الحضارة وميناء الأمن والوحدة والتقدم. كان أبو بكر رضي الله عنه أولى صفحات التاريخ الإسلامي الذي سطرته يدا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. كان أبو بكر عنواناً لهذا التاريخ ومقدمةً له ودليلاً عليه. كان الإثبات الحي على أن للإسلام شأناً وللإيمان بشاشةً متى ارتوت منها عروق الجسم وتشربت بها نياط القلب، استأصلت حب الدنيا وانتزعت من نفس المؤمن أدناس الحسد وعوالق الطمع، فلم يغش ولم يكذب ولم يخن ولا يمكن أن يغدر، فإذا حدث صدق وإذا وعد وفى، وإذا اؤتمن أدى الأمانة إلى أهلها، وإذا حكم بين الناس حكم بينهم بالعدل. كان أبو بكر رضي الله عنه أعجوبة هذا التاريخ وتاجاً على رأس الصدق والوفاء. أيها الأحبة، الحديث للحديث عن الصديق أنس وهناء، وعذراً إذا استسلم القلم
وانجر القلب وحالفهما اللسان فأطنب الحديث عنه واستعذب الكلام، فقد والله كان عظيما، بل كان أعظم العظماء بعد الأنبياء، لقد كان أعظم من عمر رضي الله تعالى عنهما وأعدل وأقوى. وإن كان الناس يرون عمر رضي الله عنه قويا وقد كان، لكنه لم يكن أقوى ولا أعظم من الصديق رضي الله تعالى عنهما جميعا. لكن الناس أحبوا القوة الظاهرة وتشرفت أنفسهم للنصر، وكم منيت بالهزيمة، ظنوا أن القوة كانت في درة عمر وهيبته وفرار الشيطان من طريقه، وقد كان رضي الله تعالى عنه أهلا لذلك كله. لكن تعالوا نرى قوة أخرى غفل عنها الناس، هي القوة الحقيقية في مواجهات بين الصديق والفاروق رضي الله تعالى عنهما. وليس ذكرنا لذلك من باب المقارنة فلا مقارنة، لكنها من باب رد الحق إلى أهله. فمهما قيل في فضل عمر أو في فضل أي أحد آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ففضل الصديق كان أعظم وقدره كان أكبر، وقدره كان أكبر. واستمع إلى ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يسأل: من كان قرين النبي في شبابه؟ من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من أول من صلى معه؟ من آخر من صلى به؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ إلى أن قال: حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، لولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية، والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا. رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمة الإسلام في جنبات تاريخ الإسلام في ذلك اليوم الحزين، والأمة تواجه أخطر أحداث حياتها، إذ هي على موعد مع أعظم المصائب، ستفقد حبيبها، ستصاب في أغلى شيء عندها، ستختصر الدنيا كلها بكلمات، ستسمع الآذان المحبة ولا أدري كيف ستسمع: رسول الله مات. فكيف لا تطيش العقول؟ كيف لا تصاب بالذهول؟ كيف تحتمل القلوب موت الرسول؟ قطع خبر السماء وغاب عنها ذلك الوجه المنير الذي يحمل النقاء والقلب الكبير عالي الصفاء، فاهتزت أركان المدينة وأظلمت أرجاؤها وآفاقها. قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت يوما قد كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. أخرجه البخاري. أصبح الناس بين مصدق ومكذب، بل جلهم لا يصدق. تلعثم عمر رضي الله عنه وحق له، فالمصاب جلل، ووقف قائلا: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله توفي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه، كما ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وآله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل، فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى، ثم قال:
بأبي أنت وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتب الله عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فتشهد أبو بكر فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله قد أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس كلهم، فما أسمع بشرا إلا يتلوها. قال عمر رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق، فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قد مات. كيف سيكون حال الأمة وما أوحي إليها لولا أن الله تعالى من على الأمة بأبي بكر في هذا الموقف؟ ولا نلوم الصحابة على ما واجهوه، ولكننا نتعجب كيف استطاع قلب أبي بكر أن يحتمل المصيبة، كيف حملته رجلاه. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، ورجلا عمر لم تحملاه. ألا إن موقف الصديق دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله، فهو الذي قال لهم في مرض موته مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو الذي قال أيضا وهو يودع أصحابه ويوصي أمته إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فبكى أبو بكر قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. فقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، أخرجه البخاري. وبعد أن ولي الخلافة قام خطيبا فقال إنما أنا متبع ولست بمبتدع، ولست بخير من أحدكم فراقبوني، فإن رأيتموني استقمت فتابعوني، وإن رأيتموني زغت فقوموني. هذه المواقف وتلك الكلمات وهذه الصفحات لم يعرفها التاريخ إلا في سيرة محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه، ولم يستلهمها إلا من سيرتهم وسنتهم. فنحن حملة العدالة ودعاتها ومطبقوها، وسنظل كذلك جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن متى سرنا على مسيرهم واتبعنا خطواتهم. وإن نكص البعض منا على عقبيه، وإن تنكر بعضنا لبلاده ومواطنيه، وإن أعرض بعضنا عن الوحي فهو محفوظ بين دفتيه والمسلمون، وإن أبعدوا النجعة فمردهم إليه سنة الله، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء له وإرغاما لمن جحد به وكفر،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع يوم المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بطاعة الله واجتناب معصية الله لتنالوا رضا الله، فيا لعظم فوز الفائزين بالرضوان، ذلك هو الفوز العظيم. إخوة الدين والعقيدة، موقف للصديق رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولننظر عبر نافذة الزمن إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه في حرب الردة، وهو يراجع أبا بكر في ذلك. فقد ارتدت قبائل من العرب بعد موت حبيبنا عليه الصلاة والسلام. يقول عمر لأبي بكر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، لجاهدتهم عليه. قال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. قال أبو بكر: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقص وأنا حي؟ وجادله في ذلك جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، منهم أبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، ورأوا أن اللين أولى، وأن الأرض قد زلزلت بالردة فما يطاق تثبيتها، وأبو بكر ماض فيما شرح الله له صدره من الحق، لا يلين ولا يضعف ولا يستكين، حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق. لو لم يقف أبو بكر هذا الموقف الشجاع ولم يتخذ هذا القرار الحاسم، لما استمرت راية الإسلام خفاقة عالية. لكن الله تعالى قيض للوحي حاميا وللإسلام قائدا، حمل الراية بعد نبيها أسدا هصورا، ملأ الجزيرة زئيرا، أقضم ضاجع المترددين، وقذف الرعب في قلوب الناكصين، فقويت شوكة الإسلام ورست سفينة الإيمان. أتباع الوحي، ها هو عمر أيضا يراجع الصديق رضي الله تعالى عنهما في بعث جيش أسامة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وآله قد جهزه، وحال الموت بينه وبين أن يمضيه، وكأن الله تعالى أراد أن يبين للأمة منزلة الصديق، فقبض رسوله قبل أن يجاوز الجيش الخندق، فاستخلف الصديق، وكان عمر من جند أسامة. فقال له أسامة، أسامة يبلغ في حين ذاك 18 عاما، يقول لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس، فإن معي وجوه الناس. وقالت الأنصار: فإن أبى إلا أن نمضي فأبلغه عنا، واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. خرج عمر بأمر أسامة، وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة، فقال: يا خليفة رسول الله، إن العرب قد ارتدت على أعقابها كفارا كما قد علمت، وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة، وفي جيش أسامة جماعة العرب وأبطال الناس، فلو حبسته عندك لتقويت به على من ارتد من هؤلاء العرب. قال أبو بكر: والله لو علمت أن السباع تجر برجلي إن لم أرده لم ما رددته، ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال عمر: إن الأنصار أمروني أن أبلغك، وهم يطلبون أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. فوثب أبو بكر وكان جالسا، فأخذ بلحية عمر فقال له: ثقلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وتأمروني أن أنزعه؟ فخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما صنعت؟ قال: امضوا، ثقلتكم أمهاتكم، ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله. بمثل هذه المواقف التي لم يكن أحد كفؤا لها
إلا الصديق رضي الله عنه، حمى الله وحيه وحفظ دينه وكتابه وصان سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فحفظ لنا الدين بعد الكمال، وقيض الله له أفضل الصناديد من الرجال. كان أبو بكر رضي الله عنه أول من جمع القرآن وحفظه نبراسا للأجيال، فجزاه الله عنا خير الجزاء وجمعنا به في الفردوس الأعلى، ومن كان سببا في هدايتنا وهدايته، وجاءنا بالروح الذي أحيانا وبالنور الذي هدانا. فلا ريب أن أبا بكر وأن عمر رضي الله تعالى عنهما مع النبي صلى الله عليه وآله في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، فبحبنا لهم اجمعنا بهم يا ذا الجلال والإكرام، واحشرنا في زمرتهم، وثبتنا على دينك حتى نلقاك على منهجهم وسنتهم يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.